بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الملازم زاهر عبد الكريم كريكر من مرتبات الفرقة السابعة اللواء 68 ميكا، أعلن انشقاقي مع بعض العناصر عن الجيش وهذه هي هويتي. أعلن انشقاقي عن الجيش للأسباب التالية: أولاً، انحراف الجيش عن مهمته الأساسية والمتمثلة بالدفاع عن الوطن وحماية الشعب والدفاع عن عائلة الأسد. ثانياً، ارتكاب المجازر والمقابر الجماعية بحق الشعب الأعزل. ثالثا، تأكيدا لكلام النائب العام بحماه الأستاذ عدنان بكور، قد رأيت بأم عيني المجازر التي ارتكبها النظام الفاسد في جسر الشغور ودير الزور حيث كانت مهمتي هناك، وأعلن عن مسؤوليتي وتبني عملية قتل الأمن والشبيحة في محرضة طريق الغاب ردا على هجوم الأمن والشبيحة لقرية معارك حرمة وقتل الناشط السياسي عبد الصمد عيسى وبعض أهالي القرية وهجوم الأمن والشبيحة على قريتي كرناز وكفرنبودة. وأناشد كل عنصر شريف بالجيش من ضباط وصف ضباط وأفراد الانشقاق عن هذا الجيش حتى سقوط النظام. عاشت سوريا حرابي.